انا اسمي جرجس مجدي صالح، عمري 18 سنه، من مصر. حملت المسؤوليه من وانا صغير، بلعب في مصر في نادي وباخد فلوس وبساعد اهلي، وانا جيت هنا عشان ان شاء الله لو فزت بالجائزه اساعد اهلي بيها. نفسي اعمل لاهلي حاجه كويسه، ده حلم انا لازم احققه عشان ابقى قد المسؤوليه. ذا فيكتوريوز بيمثل لي حاجات كتير، يعني حلمي ان انا احترف بره مصر، هو كل حياتي، يعني هو ده الحلم اللي انا مستنيه.